اهلا بحضراتكم مره تانية. الزمالك بيتاهل الى نهائي بطوله كاس مصر في النسخه السابقه، لكن اللي بتلعب حاليا بعد ما فاز على اسوان بنتيجه 2-1. التاهل لنهائي كاس مصر بالنسبه للزمالك هو هدف واضح في بطوله كان قد اقترب من نهائيها، لكن اجلت او عطلت، وكان الحديث هل هتستكمل ولا ستلغى. حارب الزمالك من اجل ان تقام، وحقه ان تقام، وبسبب الامور الدعائية والرعاية استأنف اتحاد الكرة هذه المسابقة، والنهاردة الزمالك وصل إلى ما أراد بالوصول إلى المباراة النهائية، منتظرا مجموعة من المباريات بداية من دور ربع النهائي ثم نصف نهائي ليلتقي مع المتأهل من هذا الاتجاه. لكن يبقى الزمالك قدم مباراة ضعيفة جديدة استكمالا لمشواره في بطولة الدوري خلال المباراتين الماضيتين. تقدر تقول ان الشوط الثاني مثلا كان اسوان هو الفريق الاخطر طوال احداث ال 45 دقيقه، ده غير انه كان الفريق البادئ بالتسجيل، وقله الخبره عند فريق اسوان هي اللي حرمته من ادراك التعادل في اكتر من لقطه، منها ضغطتين لضربتين جزاء. لكن في علامات استفهام كتيره قوي ممكن تطرح على هذه القائمه. بعد مبروك طبعا للزمالك، في النهايه هو استحق ان يتاهل. بعد المبروك دي لازم اللعيبة تستفيق. حتى الآن الواضح أن فيريرا بيجرب، بدليل أنه لعب بطريقة لعب مختلفة تماما ومرجعش لطريقته إلا مع منتصف الشوط الثاني تقريبا. لكن فكرة أنك بتجرب ومش لاقي سرعة استجابة من لاعبيك، هو فيريرا واضح وده كان معلن أن اتفاقه مع الإدارة الحالية أنه اللي جاي هو الأهم، أنه بيعد دلوقتي لحد ما يجي صفقات ولحد ما تكتمل قائمة هو اللي مركز معاه وهو اللي مختارها، يعرف انه يختار او يعرف ان هو يفرض عليها اسلوبه. فدلوقتي واضح انه لحد النهارده هو بيجرب. فالزمالك مع التجربه دي محتاج سرعه تنفيذ تعليمات من لاعبي الزمالك، لكن ده مش واضح، نادرا ما تلاقيه. حتى الاجتهاد او حتى المجهود اللي بيتقدم قليل قوي على مستوى الزمالك. وعشان كده استغل ده اسوان استغلالا جيدا جدا، تقدم من خلال احمد او محمد ناجي جدو بعد كرة عرضية، هو ارتقاؤه ليها كان مثاليا، جت في القايم ورجعت له، فهو اللي عمل الفولو ونجح في تسجيل هدف التقدم. كان قريبا بعد كده من التسجيل، لكن ضغط الزمالك في أفضل فتراته في المباراة النهاردة، وقعد يحاول من خلال عرضيات وتصويبات من خلال أحمد سيد زيزو ومن خلال أوباما، فنجح الزمالك في إدراك التعادل أولا من خلال محمود علاء، لقطة عاد فيها الفار لمراجعتها، ثم أوباما بسبب سذاجة شوية عند أسوان في أنه هو هاجم بضراوة بعد إدراك التعادل للزمالك، فاستغل الزمالك ده وعاقبه وحافظ على هذا الانتصار حتى النهاية بفضل أكيد محمد عواد. هنتكلم عنه بالتفصيل عواد، لكن بعد ما نرحب هاتفيا بالأستاذ الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان. أستاذ الشافعي أهلا بحضرتك، هارد لك بعد مباراة النهاردة. أستاذ الشافعي أهلا بيك. ايوه كويس ان احنا كتمنا الصوت لحد ما يتاكد ان احنا موجودين معاه على الهواء، لكن هنرجع مره ثانيه للاستاذ الشافعي صالح معانا. طيب استاذ الشافعي اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، هارد لك، لكن مباراه كبيره واداء رجولي النهارده قدام الزمالك. انا يعني بشكر اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري، عملوا اللي عليهم، وسوء توفيق في ضربتين جزاء، والحمد لله النتيجه 2-1، ولحد اخر الكوره في الماتش واحنا بنلعب كوره. صح، لكن الحمد لله، يعني الحمد لله يعني. وفي بيلين طبعا انت كنت بتشوف الماتش، بيلين ظاهره الثالثه دي اللي ما اتحسبتش، لكن العقل والمنطق بيقول انه عمره ما هيحسب ثلاث لينات لفريق يعني ايا ما كان. ليه العقل والمنطق ما يقولش كده؟ انا مش هحكم سعادتك، انت هتشوف اي حد يساله من الناس الخبراء اللي في التحكيم. أيوه. وهو هيجاوب حضرتك ما اذا كانت بلد من عدمه يعني. طيب خلال المباراه الفريق كان بيقدم اداء جيد، من اسبوع او اكتر بايام قليله كان تاهل للدوري الممتاز من جديد، صعد غير التاهل لسيمي فاينل بطوله كاس مصر من الموسم اللي فات. اعتقد المسيره دي محتاجة بشكل واضح ثبات أو استمرارية علشان الموسم اللي جاي في الدوري، إزاي بتجهزوا لده؟
والله احنا الحمد لله لسه بقينا ان شاء الله 3 مباريات في الممتاز به، نخلصهم بس الاول. أيوة. وبعد كده نشوف، هناخد التقرير من المدير الفني ونشوف الفرقه. يعني انا شايف في قوام فرقه يصلح للعب في الدوري الممتاز، بس انا النواحي الفنيه مش بتاعتي ومش بتكلم فيها ولا لي علاقه بيها. هاخد التقرير الفني وهشوف التقرير الفني هيقول ايه، مين اللي يصلح للدوري الممتاز وهو عايز ايه، وبعد كده نكلم ونبدا نجهز ان شاء الله. احنا عنينا على لعيبه كثيره في الدوري الممتاز به من فرق كثيره. أيوة. من الممتاز به؟ نعم من الممتاز به، في الممتاز به، لأن أنا النهارده